حبك مثل دقت العجائز يا حسين، اش ما رادوا يمسحوها ظلت خضرة. علي ما اروعك في كل الاحوال، في كل المواقف انت قنديل، نحطك على رقاب تصير سكين، نحطك على حدود تصير منديل. ابو عمر شنو علاقة الشعر والسلطان؟ تابعوه متبوع. عاتب منو؟ عاتب الإطار وسيد مقتدى الصدر. القصيدة اللي سببت بشهرته. اللي سببت بشهرته. بالحرب عندي التفاوض شيء محال، التفاوض بالعشق استحرمه، لو مقابر لو سواتر، ماكو بيت وماكو واحد في حضن مرت ارتمع. الله يسلمك. شكرا. شكرا لك. هاي قصيدة الدنيا قارية قبل 12 سنة، أنا ما انتشرت. وانتشرت صدفة. أنا طريقي كله هو يعني بالطائفية، يعني هو الطريق الأول اللي أنا اتخذته. إذا كان الشاعر حسان بن ثابت ويكون السلطان محمد عليه الصلاة والسلام. الله 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 الله.